كنا بنتكلم في تفصيلة انك اصريت انك تتجوز يا كابتن قبل الاحتراف صح؟ المشكلة انت هتتعبيني يا صراحة عشان انت عارفة كل حاجة. يعني لما بقعد مع حد والله. مش قوي في الحاجات دي هتعدي. بقدر اكلفته واعدي. هتعدي. لا هتعدي. طبعا انا كنت خاطب زوجتي قبلها بسنتين، وكنا المفروض في السنة الثالثة، بعد السنة الثالثة هنتجوز. فالعرض جاء بعد السنة الثانية على طول. قبل ما تخلص كمان يعني. انا رحت عملت الاختبارات ورجعت، وكان قدامي اسبوع ولازم ارجع عشان الدوري كان بدا هناك يعني. فرحت لعمي رحمه الله عليه لما رجعت، وقلت له انا لازم اتجوز خلال اسبوع. اولا كانت البيت عندي متشطب، ما كانش لسه خلص، وطبعا المدام ما كانتش لسه جهزت اي حاجه ليها، ولا يعني مجهزه حاجات لكن مش كل حاجه. كان ليه تفكيرك كده يا كابتن وقتها؟ يعني ليه لازم تتجوز قبل ما تسافر؟ انا كنت شايف الموضوع هيبقى استقرار اكتر يعني. وبعدين انا مش هبقى لوحدي يعني، في حد هيشجعني على الحياه جديده جديده خالص بالنسبه لي. ما اعرفش ايه اللي منتظرني هناك. لو انا عندي حد يقدر يساعدني على الموضوع ده اكيد يعني هيفيدني كتير. اكيد. خصوصا لما تكون زوجتي، غير اي حد تاني، غير صاحبي، غير اي حد تاني. فالحمد لله يعني. قلت لها انك هتتجوزه خلال اسبوع؟ يعني حصل شويه حاجات كده واقنعنا عمي بالعافيه يعني وكده. لكن في الاخر الحمد لله تمت. طب بالمناسبه يا كابتن، يعني شايف انه الاستقرار الاسري يعني مهم جدا للاعب الكوره قبل ما يحترف، حتى في الفتره اللي احنا فيها دي؟ يعني هو بنسبه 90%. انا لما اكون عندي استقرار اسري، ان انا برجع بيتي بلاقي اكل كويس، بقدر اخد راحه. انا لما اكون شاب وما عنديش اسره او مش متزوج ورايح احترف، في انبهار. في انبهار لما تطلع من مصر بعاداتها وتقاليدها، تنتقل لاوروبا بعاداتها وتقاليدها، اكيد في انبهار. كنت خايف تتاثر بعاداتهم وتقاليدهم؟ مفيش شك بصراحه يعني. لكن الحمد لله زي ما انت قلت يا ساره، ان حته الزواج قبل ما اسافر دي واصرار عليها عملت لي حته الاستقرار، وحته ان انا قدرت اكمل 6 مواسم الحمد لله بنجاح يعني.